نعود مرة أخرى مشاهدينا للشيف رامي الجبرائيلي بخبرنا عن خطوات تحضير وصفات اليوم. أهلا وسهلا من جديد شيف. يسعد صباحك علي من جديد. رح نبدأ بتحضير طبقنا الرئيسي، طبق الريجاتوني مع صلصة البيشاميل. بداية رح نحضر الصلصة، وبنفس الوقت رح ننسف الخضار لحتى تستوي مع بعضها بنفس التوقيت. شو الخضار اللي اخترتها شيف؟ بالنسبة للخضار اللي اخترناها اليوم رح يكون معي نوعين من الفطر. فطر اسمه البورتوبيلو، والفطر الثاني اللي هو الفطر البوتوم ماشروم نحن بنسميه، أو الفطر اللي بنلاقيه بالأسواق بسهولة يكون الفطر الأبيض. وعندي البروكولي، الفلفل الحلو بألوانه حسب ما نحن يعني منحب، وأيضا الزوكيني اللي هي أيضا نوع من أنواع الكوسة. رح يكون معنا السبانخ والطماطم الكرزية والقليل من البقدونس. طبعا بالنسبة للأعشاب اللي عم بستعملها اليوم، عم بستعمل الريحان وعم بستعمل أيضا الزعتر الأخضر. بداية أنا رح أبدأ بتنسيف الخضار مع بعضها، وبنفس الوقت رح أحضر الصلصة بنفس التوقيت لحتى تكون يعني تنسجم مع بعضها بنفس الوقت، ونجمعهم بنهاية المرحلة وندخلها على الفرن. رح أضيف الثوم، البصل والثوم. الثوم ممكن ياخذ كمية أكثر شوية، يعني حوالي ملعقتين صغيرتين مقابل ملعقتين كبيرتين من البصل. عم بستعمل البصل الأبيض، عم بستعمل زيت زيتون، وفيني أستعمل شوي من الزبدة بس لأغني النكهة، وبنفس الوقت لتحضير الصلصة رح أستعمل أيضا زبدة ولكن بستعمل شوي بس من الثوم. شيف، أنت دائما تفضل تحضير الصلصات بنفسك عوضا عن شرائها جاهزة. 100% طبعا ضروري، لأنه هذا الموضوع أول شيء بيعطيك ثقة بالمواد اللي أنت استعملتيها، ثانيا ما في شيء أفضل من أنك تحضري كل مقاديرك أو كل يعني الأكل بشكل طازج، ويتحكم الواحد بالكميات اللي بده يستعملها، بالمواد، جودة المواد اللي عم نستعملها وما إلى ذلك. رح أبدأ بتنسيف الفطر والفلفل الأخضر لأنه رح ياخذ وقت. بالنسبة للبروكولي أنا سلقها نصف سلقة، طبعا الحرارة لازم تكون شوية عالية. رح أضيف الفلفل الحلو وأتابع عملية التنسيف في هذه الأثناء. بعد الزبدة أضفت ملعقة بسيطة من الطحين. أي نوع طحين؟ لنعمل شيء، الطحين الأبيض. لنعمل شيء اسمه الرو، اللي هو مزيج ما بين الزبدة والطحين، بيعطيني سماكة للصلصة اللي أنا بدي أستعملها. بالتدريج تضيف؟ بالتدريج طبعا، كميتين متساويتين من الطحين، يعني لو استعملت ملعقة من الطحين رح استعمل ملعقة من الزبدة بهذا الشكل. ما لازم تكون كثير سميكة، عم بضيفها بشكل تدريجي لحتى أحصل على يعني مزيج السماكة اللي أنا بدي إياها. لازم تكون حامية شوي، والفلفل الحليب بيكون بدرجة حرارة الغرفة، وأبدأ بإضافة الحليب بشكل تدريجي بهذا الشكل. حليب عادي شيف؟ حليب عادي، عم بستعمل حليب كامل الدسم لأنه هو اللي بيخدمني بتحضير الصلصة اللي أنا بديها. تحريك مستمر ضروري جدا. الحبيبات اللي عم شوفها أنا هي الثوم اللي أنا أضفته، عم يعطيني نكهة، ولكن ما لازم يكون في عندي أبدا تكتلات صح في هذا المزيج. طبعا المزيج ايضا ما لازم يكون سميك كثير لحتى انا اقدر كمان يعني يكون لزوجته بشكل متوسط تقريبا. خضار عم تتنسف معي، رح ابدا باضافه البروكولي و الزوكيني واخفف الحراره عليها شويه صغيره. تمام،
في هذه الأثناء شيف أنت قلت لي أنا بحضر اليوم العصير. العصير. أو مشروب الشاي. العصير اليوم عندنا نحن بالفراولة رح نحطها بمحضر العصير اللي هو الشيكر. هذا. مع النعنع نعم والليمون ونحرسهم باستعمال ال يعني هذا الملعقة هاي اللي الأداة. نعم. طبعا لازم ينهرسوا بشكل كويس. اضفت الثلج انا بالكاسات لحتى نخفف. طبعا فينا نضيفه ايضا بمحضر العصير بالشيكر ولكن هاي الطريقه المعروفه لحتى ناخذ نحن ايضا جماليه لتحضير المشروب بشكل نهائي. راح اضيف شوي من الملح. شف عفوا كامل الكميه من النعناع. كامل النعناع لو سمحتي. كامل الكمية. شوية ملح بسيطة وشوية فلفل بسيطة أيضا. هل أحتاج أضيف شيء شف عليهم ولا بس النعناع؟ بس هذولي ومع الليمون لو سمحتي. الليمون اللي هو عم بستعمل الليمون الأخضر. قطع كامل الليمون بالقشر نحط. صحيح صحيح صحيح. طبعا الصلصة صارت سميكة بشكل كافي. راح اضيف كريمة الطهي مقدارين متساويين من الحليب وكريمة الطهي. تحريكة بسيطة وراح اضيف عليها الاعشاب اللي موجودة معي. في هالاثناء شف انا اهرس المكونات اللي حطيناها سويا اللي هي قطع الفراولة. لازم تنهرس الفراولة بشكل كويس مع النعناع والليمون الأخضر مع القشر. صحيح. أضفت أنا الزعتر الأخضر على صلصتنا راح أحركها بشكل ينسجم مع بعضه. الحين أنا الصلصة تقريبا صارت جاهزة. راح أبدأ بإضافة الباستا حتى تتقلب مع بعضها بهذا الشكل. والخضار ايضا تنسفت بشكل مناسب. شويه ملح وراح اضيف فلفل اسود. ومن ثم القليل من البقدونس المفروم الناعم والسبانخ والطماطم الكرزية. فيني أقطع حتى الطماطم لو حبيت. تحريكة مع بعضهم. وهون الباستا بدأت طبعا هي مسلوقة طبعا مسبقا لمدة 7 دقائق. حاليا راح نضيف بس ابغى اتاكد شف هل هذا ممتاز جدا. راح نضيف الماء الغازي شويه منه. ممتاز. وراح نسكرها بهذا الشكل. تاكد من التسكيره. اضفنا ماء غازي فقط بدنا نعم. بدنا نكون ديبانا شويه وبتكون جاهزه معنا. الحين فيني اضيفها. طبعا انا حصلت على النكهه اللي انا بدي اياها. راح اضيف بدايه اساعدك شف؟ ما في مشكله اساعدك شويه. هي عاليه عليكي شكلكم بهذا الشكل. و ثم اضيف هذا هو الشاي اللي قلت اسمه شف الشاي الزهره الزرقاء. بس أضفت الموهيتو بهذا الشكل راح يمتزج اللون البنفسجي مع حموضة الليمون اللي استعملته والفراولة وراح يعطيني اللون الجميل هذا اللي حصلنا عليه. هيك بيكون مشروبنا صار جاهز والباستا أيضا صارت جاهزة. شكل التحلية شو نضيف للمشروب؟ شو بإمكاننا لو حبينا؟ عفوا لو للتحلية فينا نضيف
المشروب اللي انا استعملته يعني الماء الغازي محلى، وفيني اضيف القليل من قطر الشيره لو حبيت او العسل. هذا الموضوع بيكون خياري طبعا. انا بس بدي احرك الباستا معا و ثم الى وعاء السكب، حركهم مع بعضهم بس تحريكة بسيطة. كل شيء صار معنا يعني متبل بشكل كويس. نسكب الكمية اللي نحن بحاجتها. شوف سؤال، بإمكاننا نتناولها بهذا الشكل؟ صحيح، وفينا نخليها بهذا الشكل، بس أنا بدي أحط عليها جبن وأشيلها على الفرن. الفرن، أنواع الجبن اللي عم بستعملها، رح استعمل اليوم ثلاث أنواع. جبنة الشيدر وجبنة الموزاريلا بهذا الشكل، والقليل من جبنة البارميزان لحتى تعطيها أيضا ملوحة و يعني هيك نكهة أيضا مميزة بهذا الشكل على الوجه. رح أدخلها على الفرن، فرن حامي لازم يكون، درجة حرارته 180 درجة، حوالي 5 دقائق. ما بتحتاج لأنها تسخن، فقط لحتى تذوب الجبنة وتعطيني شكل مميز. بهذه الأثناء خلينا نحضر السلطة. سلطة الجرجير بسيطة جدا، رح نحط شوي من خيار. الخيار حبيت أضيف الخيار مع الجرجير، بيتناسب مع بعضه. ورح نضيف طماطم كرازية على الجوانب بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للباستا الريغاتوني أنا محضر مسبقا لحتى إذا يعني الوقت ما أسعفنا بيكون عندي جاهز. كمية كافية. أنا أضيف شوي من الفجل، قيمته الغذائية أيضا عالية وبتناسب هذه الأطباق. أحركهم شوية هيك، والجبنة الموجودة معنا رح نخليها. ذكرنا شيف باسم الجبنة؟ جبنة المشللة، سميها جبنة المشللة، هي نوع من أنواع الأجبان البيضاء، طبعا متوفرة بالأسواق، نكهتها كثير مميزة طيبة، فيها شوية ملوحة ممكن نتخلص منها بس بإضافة ماء بارد قبل الاستعمال، أو ممكن نحافظ على ملوحتها على اعتبار أنا ما أضفت أي ملح. رح أضيف شوي من عصير الليمون، زيت زيتون، والقليل جدا من الملح، رشة فلفل بسيطة. نحركهم مع بعضهم هذا الشكل، وراح أضيف الصلصة. هي أول صلصة راح نحضرها، والصلصة الثانية اللي حكينا عنها اللي هي دبس الرمان. نحط دبس الرمان بهذا الشكل الجميل، ورشة من السمسم الأسود. سمسم أسود. وفينا نستعمل حتى السمسم الأبيض، ما في مشكلة. رح أضيف القليل أيضا الألوان، طماطم الكرازية نوع ممكن يكون الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر. وهيك بتكون جاهزة معنا سلطتنا لليوم. رح نشوف الباستا شو صار فيها. أعتقد بدها كمان شوف بدأت تاخذ اللون، ممكن تقريبا دقيقتين ثانيات وبتكون جاهزة معنا. رح أقرب أيضا المشروب الموجود معنا لليوم، كثير مميز وحلو ومناسب أيضا لأجواء الصيف. خبرنا شيف شو حضرنا اليوم من وصفات. اليوم نحن حضرنا الريغاتوني مع صلصة البيشاميل، خبزناها بالفرن، وشفنا كيف طريقة تحضيرها أيضا مع الخضار المرافقة إلها. اخترنا أنواع من الخضار تتناسب مع هذه الباستا. بنفس الوقت عملنا
سلطة الجرجير مع جبنة الجبنة المشللة والطماطم الكرازية وصلصة الرمان، وعملنا لها أيضا صلصة أخرى، صلصة الزيتون، زيت الزيتون مع الليمون. مشروبنا لليوم اللي ساعدتينا فيه هو مشروب الزهرة الزرقاء مع موهيتو الفراولة والليمون. هيك بتكون أطباقنا اكتملت، عملناها بطريقة سهلة بسيطة، مقاديرنا محضرينها مسبقا، تطبيقها كان سهل، وإن شاء الله أنه تكون أيضا سهلة لتحضيرها من قبل أخو المشاهدين. تمام. شوف طبعا احنا عندنا طبق اخر في الفيلم لازال يحضر، لسه بده تقريبا حوالي دقيقه ونص او دقيقتين رح نشوفه ايضا نتيجته. انا بما انه محضره مسبقا فحبيت افرجي الشكل النهائي لها، بس بمجرد ما ذابت الجبنه واخذت اللون الذهبي او البني يعني على الوجه، ممكن حتى نعطيها وجه مقرمش نوعا ما، بتكون هيك نكهتها مميزه وبنفس الوقت يعني أدت الغرض اللي نحن بدنا إياه. تمام، شكرا لك شيف رامي الجبرائيل على هذه الوصفات، وتسلم إيدك. تسلمي، شكرا.